احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة بتعمل أمان اجتماعي، وحاجة أنا بسميه ده من الاحتياط المجتمعي. حسن الجوار هو الاحتياط، أحد أهم عناصر الاحتياط المجتمعي في المجتمع. بالله عليكم ما تحرموش نفسكم من التواصل مع جيرانكم، من السؤال عليهم، من خدمة لجيرانكم، من الدعاء ليهم، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل صدوركم منشرحة ويوسع في صدوركم ويلين في قلوبكم وكمان يمتن في علاقاتكم ويجعلكم في أمانه. أسيبكم في أمان الله مع حسن الجوار، مع الأنوار، مع سنة النبي المختار، وكمان تعيشوا في أمان الله وتعيشوا في حضرة الله الغفار بأنوار حسن الجوار. اجعلنا من أهل حسن الجوار يا غفار يا رب العالمين، أكرمنا بكرمك واجعلنا من أهل الرشد والاستقامة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، أكرمنا بالرشد في كل وقت وحين.